الشارع اليوم موجود هلا بالبوث تبع اس اند اتش عربيك ايس كريم عند السيد طلال. سيد طلال كيفك؟ قرب شوي بس هيك. الحمد لله عليهم الشباب. اهلا فيك، خبرني اول شيء عن اس اند اتش عربيك ايس كريم، انت بلشتوا بالماركت، قد ايه لكم بالماركت؟ خبرني اكثر عن سبب مشاركتك بالتيست اوف ذا ميدل ايست، خبرني اكثر عنكم. نحن بالماركت صرنا من 2021. اوكي. الحمد لله عندنا جوجل ريفيو 4.9. اميزنج. اول انتيريو، وي ار فيري براود ذات وي بروفايد ذا بيست quality ingredient of Arabic ice cream. That's amazing. Our reviews tells about our product. هي العسل اللقمة الطيبة العالم دغري ما فيك تكذب فيها، يعني اللقمة الطيبة بتبين. نحن البوصة بنحطها من البوصة العربية الشامية الأصلية. يعني بتكون تشوينج اللي هي فيها الجريك ميستيك، الميستيك العربية فيها السحلة، فيها الجرين بيستاشيو، فيها everything. طب انا سؤالي لك، اول سنه بتشارك معنا بالفستيفال ولا لا؟ انا شاركت بالوينتر فستيفال، انا شفتك بالفستيفال وحشوفك السنه الجايه بالوينتر ان شاء الله. طيب سيد طلال، كيف لقيت الاقبال السنه بالفستيفال؟ الحمد لله الكل مبسوط والكل الكل يعني having fun. طب وين اللوكيشن تبعكم للعالم تعرف؟ اللوكيشن تبع V15 فود كود V15. حنحط الادرس باسفل السكرين بالتاج، حيكون العالم اللي ما اجى جربت ذي شوت كام، وبعد في عنا اليوم نص نهار وبعد في بكره اللي ما اجى جرب اس. باي ذا واي كيف اجى الاسم اس ان اتش؟ اس ان اتش هو الفيرست